بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للتحليل المالي، خريطة دي بونت. خريطة دي بونت بترجع إلى شركة دي بونت في استخدامها في التحليل المالي. هذه الخريطة تقوم على أساس دمج هامش صافي الربح مع معدل دوران الأصول. لو احنا حللنا معدل العائد الأصول كما هنشوف دلوقتي في الاخر كده، يعني شوف في الاخر هو عباره عن صافي الربح بعد الضريبه على جميع الاصول. اوصل له ازاي؟ من خلال دمج هامش صافي الربح اضربه في معدل دوران الاصول. هامش صافي الربح اللي هي المعدل رقم 2 في المجموعه الرابعه، معدل دوران الاصول ده في مجموعه نسب النشاط. لو انت لاحظت معايا، لو ضيعنا صافي المبيعات مع صافي المبيعات هتفضل صافي الربح بعد الضريبه على اجمالي الاصول. طب حضرتك هذا يمكن اعتبار معدل العائد الاصول هو عباره عن المحصله النهائيه لاداء المنشاه. يعني المدير المالي من خلال معدل العائد الاصول يقدر يعرف المحصله النهائيه لاداء المنشاه. وزي ما قلت لك في المحاضره السابقه او الفيديو السابق، بيوضح لي كل جنيه مستثمر في اصول المنشاه بيحقق لي ربح كام، وبالتالي بيوضح القوة الإرادية التي تعبر عن أداء المنشأة، لأنه بيشمل جميع عناصر الأصول، جميع عناصر المركز المالي وجميع عناصر قيمة الدخل. زي ما تشوف الخريطة قدام، قد الخريطة قدامي، شوف الجانب الأيسر ده الأصول، كل الأصول أهي، أصول ثابتة، أصول من الدولة. طب الجانب الأيمن ده قيمة الدخل. لو أنت جمعت أصول من الدولة ده عناصرها وأصول الثابتة وعناصرها، ده هيديك اجمل الاصول. طب عناصر اصول قيمه الدخل، قيمه الدخل عباره عن صافي المبيعات اطرح من المصروفات، بيديك صافي الربح. طب بص، لو سمحت، لو انا قسمت صافي الربح على صافي المبيعات، ده هامش صافي الربح اهو، هامش صافي الربح، ادي هامش صافي الربح، صافي الربح بعد ضريبه على صافي المبيعات. طب معدل دوران عباره عن صافي المبيعات على اجمل اصول، صافي المبيعات اهو، انا لما اقسم صافي المبيعات على اجمل اصول ده يديني معدل دوران اصول. لما اضرب هامش صافي الربح في معدل الاصول هيديني معدل عادل على الاستثمار. ده بالنسبه لخريطه دي بونت. اذا خريطه دي بونت يعني شامله، كل عناصر المركز المالي وعناصر قيمه الدخل. من خلال اضرب هامش صافي الربح في معدل دور الاصول بيديني معدل على الاستثمار، ولذلك بيعتبر ايه؟ بيعتبر معدل على الاصول او معدل على الاستثمار ده مقياس شامل، بيوضح لي الصوره كامله لاداء المنشاه. لذلك انا مكتوب هنا اهميه تحليله، اهميه تحليل دي بونت، بيشير معدل على الاستثمار اللي هو او معدل على الاصول الى كفاءه الاداره في تحقيق قوى اراديه. ويجب مقارنه هذا المؤشر بالسنوات السابقه لمعرفه تطور، هل المنشاه في تطور ايجابي ولا تطور سلبي. المنشاه ايضا من خلال معدل عائد الاصول بتقدر تتلمس كيف يمكن زياده قوتها او ارباحها، تزودها ازاي. من خلال في عندي عده بدائل، اربع بدائل: تخفيض بنود المصروفات، زياده ايرادات المبيعات، او تخفيض استثمارات الراكده، او زياده كفاءه استخدام الاصول. تعالى على الخريطه اهي، تزود ايه؟ لا، اما تنقص المصروفات او تزود الايرادات او تخفض المصروفات الاصول الراكده، آلات عطلة لسيارات مرمية في الشارع لأبيع أخفضها. ممكن الآلة مكتوبة في الدفاتر ب 2 مليون وبالتالي محسوبة استثمارات ب 2 مليون، أما خفضها يبقى خفضت الأصول في الحالة دي، تزود معدل دوران الأصول. دي بدائل، بقول لك بدائل، أو إزاي أزود الأرباح للشركة أو قوتها الإرادية. أيضا خريطة دي بونت بتساعد على رسم صورة واضحة وشاملة للتحليل المالي، بتعرفني الصورة، يعني مرآة شاملة بتوضح مرآة أمام المسؤولين كيف يمكن زيادة الأرباح معدل عائد الأصول، وكيف يمكن التغلب على أي مشاكل. أيضا معرفة تأثير جميع بنود قيمة المركز المالي والدخل على العائد على الاستثمار، وبالتالي بتساعدني في معرفة نقاط القوة في الشركة ونقاط الضعف أيضا في الشركة. هذا مثال،
المثال بعد اذنك انا جايب لك فيه اجمال اصول، اصول من الدوله، اصول المبيعات، اجمال المصروفات، اجمال الايرادات. المطلوب حل لي معدل العائد على الاستثمار باستخدام خريطه دي بوند. الاول انا بعمل عمليه جبريه كده، معدل مين معنى الف يعني معدل العائد على على الاصول. معدل عائد الاصول عباره عن هامش صافي الربح في معدل عمر الاصول اللي انا كاتبه، صافي هامش صافي الربح، صافي الربح بعد ضريبه على صافي المبيعات، معدل الاصول صافي المبيعات على اجمالي الاصول. عشان اجيب صافي الربح بعد الضريبه لابد اطرح الايرادات الاول ناقص المصاريف يديني مليون جنيه. تعالى شوف لو سمحت، اذا هامش صافي الربح مليون، صافي المبيعات عندك 8 مليون، في ده ايه؟ ده هامش، ده هامش صافي، دي هامش صافي الربح، ده ايه هامش صافي الربح اهو. طيب معدل عمر الاصول بقى عباره عن ايه؟ صافي المبيعات، صافي المبيعات عندك 8 مليون، اجمال الاصول عندك 10 مليون، بتاع 10 مليون، 8 مع 8 هتفضل 1 على 10 واضرب في 100 هيساوي 10%. ده بالنسبه طبقت المعادلات بتاعتي. طب تعالى نضع بقى الكلام ده كله على الخريطه. تعالى نضع الكلام ده على الخريطه بتاعتنا. الخريطه اللي هي خريطه دي بوند. ادي خريطه دي بوند اهو. عندك الاصول كام؟ اصول المتداوله 4 واصول اجمال اصول 10، اذا هطرحهم يساوي الاصول السبت. خلاص اتفقنا. طيب صافي المبيعات عندك كام؟ 2.5 من 10. المصروفات عندك مليون و5 من 10، مش مكتوبه انا اسف، تكتبها مليون و5 من 10. يبقى مليون و5 من 10 ناقص 2.5 من 10 هيساوي مليون، ادي مليون كاتبه اهو، مليون. طيب اجيبها مش صافي الربح، صافي الربح مليون على صافي المبيعات 8، يبقى 1 على 8. تمام. طيب لما اقسم صافي المبيعات على اجمال اصول 8 على 10، لو انت شفت معايا لو طبقت المعادله اهي 1 على 8 اللي هي هامش صافي الربح معادل دوران الاصول 8 على 10، لابد تكتبها هنا. انا اسف ما كتبتهاش، تكتبها في الحته دي هنا. لما اضرب هامش صافي الربح 8 هتروح مع ال 8 هيتفضل 1 على 10 اضرب في 100 تكتب نقط 10% معدل العائد على ايه؟ على الاستثمار. لابد تعرف معدل الديبون مفهومها واهميتها وازاي احسبها وتطبق المثال بتاعي اللي انا ذكرته. اعزائي الطلاب كل عام وانتم بخير، اتمنى لكم حياه سعيده، ربنا يوفقكم وتحقق كل اهدافكم الاكاديميه العلميه والعمليه، وان شاء الله في الفيديو القادم